مع بدء منطقة الفروانية التعليمية باستقبال المراجعين، بادرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بحملة توعوية في كيفية الحماية من فيروس كورونا. هذه المبادرة هي واحدة من مبادرات عدة تعكس دور الجمعية المساند للجهات الحكومية خلال هذه الأزمة. تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتي مبادراتها المساندة لمواجهة فيروس كوفيد-19 لتشمل المناطق التعليمية من خلال توزيع المنشورات التوعوية والمعقمات وأدوات الوقاية على المواطنين والمقيمين. اليوم طبعا بدأت منطقة الفروانية التعليمية باستقبال المراجعين في هذه المنطقة، وكما تعرفون المنطقة معزولة، لا زالت تدخل يعني ضمن العزل الكلي، ولنجد أن اليوم الهلال الأحمر بادر معنا في مساعدتنا في استقبال المراجعين وإنجاز أعمالهم ومهامهم وطلباتهم. طبعا أهداف هذه المبادرة مبادرة جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتوزيع الكمامات على كافة المناطق التعليمية وكذلك مع المؤسسات الحكومية والوزارات خلال الفترة القادمة منذ بداية المرحلة الثانية وبعد قرار مجلس الوزراء. تستمر الجمعية بهدف طبعا مساندة الجانب الحكومي بهدف التوعوي وكذلك توزيع الكمامات وتوفير الإجراءات الاحترازية للمواطنين والمقيمين. هذه المبادرات المجتمعية استهلتها فرق الهلال الأحمر الكويتي منذ بداية الجائحة مع مؤسسات وجهات مختلفة في الدولة بهدف الوصول إلى جميع أطياف المجتمع. من ضمن عدة مبادرات في زيارات توزيع الكمامات المعقمات على المواطنين والمراجعين والموظفين، كنا في مجمع الوزارة، كنا في النيابة العامة، كنا في الخدمة المدنية، والآن احنا في وزارة التربية نخدم الموظفين والمراجعين لهذه المنطقة. جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمختلف فرقها لم تتوقف عن تقديم الدعم والمساعدة منذ بداية الأزمة، ومبادراتها في المناطق التعليمية تأتي استكمالا لدورها المحوري في الأزمات. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.